مع إطلالة يوم جديد نجدد الترحيب بكم أعزائنا مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، ونحن متواصلون معكم في برنامج أبو مازن بين أهله. اليوم رحال هذا البرنامج حطت في منطقة أخرى من مناطق صلاح الدين الكريمة. تعالوا ويانا نزور إحدى العوائل اللي تم الاستدلال عليها من خلال أهل المنطقة، فخلوكم ويانا. أهل الدار، احنا خطار. السلام عليكم. مرحبا. يا اهلا وسهلا. شلون صحة مختارنا العزيز؟ شلونك؟ مرحبا، اهلا. شلونكم؟ رمضان مبارك عليكم ان شاء الله. صيام مقبول علينا وعليكم. احنا جايين عليكم نزوركم ونسلم عليكم. حياكم الله. نشكركم، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. فهد، احنا اولا نهنيك بشهر رمضان المبارك وندعي لك بالصيام القبول ان شاء الله. سولف لنا عن حياتك، شلون بسبب ظروف الحظر هذه شلون عايش؟ والله الحمد لله، اولا صيام مقبول منا ومنكم الجميع ان شاء الله، والحمد لله يعني ماشيه حالنا حال غيرنا. نعم. الحمد لله على الله. اي بس انت أحيانا مثلا يعني تحتاج للعمل، تحتاج لممارسة حياتك اليومية. هذه الامور شلون عايش؟ الحمد لله على الله اولا، وثانيا والله عندي اخواني وعائلتي وهذا وعمامي والناس الخيرة عايشين الحمد لله، ما بيهم تقصير، والله الخيرين كتار. ايش قد عائلتك؟ سبع نفرات. سبع نفرات، الله يحفظهم جميعا ويستر عليهم ان شاء الله. احنا طبعا بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة شهر رمضان المبارك، نقدم لك تحية وسلام اخوكم ابو مازن. كلفنا بان نهنيكم برمضان، وكلفنا ايضا بايصال هدية لكم بمناسبة هذا الشهر الفضيل. نعم، وشكرا لابو مازن الزعيم ابو مازن، ومبارك له بالشهر الفضيل ان شاء الله، وان شاء الله الله يجعله بميزان حسناته. اللهم امين. جزاكم الله خير. أعزائنا المشاهدين، صادفنا حضور المختار أبو ثائر أيضا في هذا البيت. يعني الحقيقة بدنا نستفسر من الأخ أبو ثائر عن ظروف العوائل العايشة هنا، وعن شلون طقوس رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العوائل الموجودة لا تختلف عن عوائل العراق، يعني احنا عندنا طقوس خاصة برمضان، يعني كل هذا الشعب العراقي، ولكن ظروف كورونا يعني منعت كثير من الفعاليات الموجودة كلعبة المحيبس. نعم. الزيارات، ولكن يبقى هذا طبعا عفوا التزام بمقررات خلية الأزمة للمحافظة على أرواح الناس وعدم انتشار هذا الوباء. نعم نعم، احنا يعني ما أقدر أقول لك المنطقة الأولى الملتزمة حرفيا بتعليمات خلية الأزمة. تقصد صلاح الدين؟ صلاح الدين عامة، ومنطقة حماد الشاب خاصة، لأن يعني منطقة حماد الشاب حاليا تعتبر سوق شمال تكريت. يعني من يصير حظر تجول في تكريت، احنا ايضا نشمل حالنا حال المنطقة الاولى من تقسيمات القائمة المقامية وخلية الازمة، وملتزمين معنا مركز الشرطة وانا كمختار وجهاء المنطقة، وملتزمين حرفيا بتعليمات خلية الازمة. مختار عفوا، يعني العوائل المحتاجة في هذه المنطقة انت تعرفهم شلون؟ يعني بتواصل لك معاهم لو هم يجون يقولوا لك احنا محتاجين؟ لا طبعا، عندنا عوائل متعففه يعني، وتدري احنا يعني اكو عندنا نوع من انه الانسان يقول لك انا ما انزل نفسي، يعني رغم الظروف القاسيه، لكن انا كمختار مسؤوليتي او مسؤوليه تجار يجيني يقول مثلا زيد من الناس ترى محتاج ويستحي يجيك، انا بنفسي اروح واجيب له اللي يستحقه ان شاء الله، حتى نوبات والله يعني من الناس الخيرين شرواكم اهل الاسواق. يعني تدري انا ما اقدر انا اغطي كل الاحتياجات الناس، ولكن اكو مناشدات تصير وانا هم بدوري اناشد. وابو مازن الرجل يعني ما انقطع عنا الدكتور الزعيم، قلت لك يمكن هذا الرابع او الخامس مبادره تجي في منطقتي انا شخصيا في منطقه الشهيد حماد الشهاب، وزع مواد غذائيه ومواد عينيه وما انقطع عن اهل وناسه في محافظة صلاح الدين وحماد الشاب خاصة. بارك الله بيك، احنا نشكر هذه الشهادة الطيبة. اخ، اذا ممكن تسولف لنا عن يعني شلون تشعر انت اليوم بهذه المناسبة؟ والله اليوم اكيد يعني انه بجهودكم وبجهود الزعيم ابو مازن اكيد يوم مميز بالنسبة لي، واشكركم جزيل الشكر. واحنا نشكرك. ممكن الشباب اذا ممكن يجيبون الهدية لاخونا. جزاكم الله خير. عندي واحد من عائلتي من اخواني يعني هم هو يتيم وهذا معوق،
ولحد الان ما عنده اي راتب ولا اي لحد الان، وعمره تقريبا 16 سنه صار قاضي بلقاع. هذه طبعا احنا راح ننقل هذه المناشده الى المسؤولين من اجل ان يامنوا لك ان شاء الله الرعايه الاجتماعيه اللي يستحقها هو وفق القانون. هذه الهديه مثل ما قلت لك ان شاء الله عقباها الخير. الخير يا سيد الخير. ونتمنى لك الصحه والسعاده والصيام القبول ان شاء الله والافطار الشهي، ومثل ما عرفت انت ما عندك مبرده. لا الحمد لله بسلامتكم، انتم جبتوها وما قصرتوا. الله يعافيك ان شاء الله وبالخير، اذا لقيت مكانها ان شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خير، ونشكركم مره ثانيه كادر قناه صلاح الدين، واشكر السيد المختار، واشكر السيد الزعيم ابو مازن على المبادره الطيبه، وان شاء الله دائما الله يقدرهم على عمل الخير ان شاء الله. والشكر موصول الى اعزائنا المشاهدين المتابعين لنا في هذه اللحظات، وكونوا معنا ضمن سلسله برنامج ابو مازن بين اهله لزياره عائله اخرى من عوائلنا الكريمه. نجدد الترحيب بكم أعزائنا مشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية، وحطت رحال جولتنا اليوم ضمن برنامج أبو مازن بين أهله عند أحد بيوت أخوتنا العراقيين. راح ندخل وياكم ونشوف وضعه ونسلم عليه، وأيضا نهنيه بمناسبة شهر رمضان المبارك، فخليكم ويانا. أهل الدار، السلام عليكم. شلونك حد؟ شلون صحة؟ ممنونين. رمضان مبارك علينا وعليكم. احنا خطاركم اليوم. حياكم الله يا هلا، تشرفكم. جزاك الله خير. تفضل صلاح. حياكم الله. شلون الاحوال؟ والله الحمد لله. عافيتك. يعافيك يا هلا، حياكم الله يا هلا. احنا جينا نزورك اليوم ونهنيك بمناسبة شهر رمضان المبارك. علينا وعليكم. وايضا نقدم لك هدية الزعيم ابو مازن بمناسبة شهر رمضان. جزاكم الله خير، جزا الله خير. زعيم مازن ما يقصر، وكثر الله من امثاله. هذه دائما عوايد ابو مازن ما يقصر. الحكومة كلها ان شاء الله طيبين، جزاكم الله الف خير. انتم ابو مازن جزاكم الله الف خير. الله يحييك. سولف لي عن عائلتك، سكنك، هذا الوضع مالك شلون؟ والله هذا كنت ساكن دوم طين، والخير جزاهم الله خير، تبرع بنا هالغرفتين الحمد لله، وعندي طلاب الحمد لله. اي والله. عائلتك ايش قد عددهم؟ عددهم احنا سبعه. سبعه؟ اي والله. طلاب وين واصلين؟ والله عندي بنتي بالجامعه، كليه العلوم ولا جامعه. اي اسمع انوار، وعندي ولدي عبد العزيز بالسادس علمي السنه، وواحده منهم بالرابع، والعبد الرزاق والثاني متوسط. عبد الرزاق يعني من بالرغم من الظروف هذه القاسيه، لكن ما شاء الله يعني نسمع طالبه بكليه العلوم شيء يفرحنا هذا والله. يعني ان شاء الله نتمنى لها النجاح والعافيه والسرور. الله يعافيك ويسلمك. لا الحمد لله، وهي ما تجيب الدرجات كامله، بس شويه صار بالتصحيح، جابت 75. هي تريد كليه الطب، بس شويه تدري بالتصحيح الا مرات تنغيس بالدرجات، ولا جابت 75 الحمد لله، وقلنا الحمد لله دخلت كلية العلوم. سولف لي عن رمضان، شلون وضعك بهالظروف هذه؟ يعني شلون عايشين؟ والله الحمد لله عايشين، من تجي المساعدات من الخيرين ومنظمات من التكافل، الجيران والاخر والناس الطيبه تدري، والحمد لله ناس شيء ناس. العراقيين كلهم اهل خير واهل كرم واهل محبه. اي والله جزاهم الله خير. والله ما يقصرون. لا والله. يعني احكي عن ظروف الحظر هذا بسبب الوباء وهذا، يعني شلون تطلع، شلون تجيب امورك، شلون دايرها؟ والله نخفف من الطلعه كل ما كان، لان الواحد تدري التجمعات هم محبوبه، وهذا وباء يعني. نعم. اي والله، فالواحد يطلع قدر الحاجه ويرجع. وقله الاختلاط كل ما كانت احسن. واحد
لا احنا فعلا احنا رفعنا شعار خليك ببيتك واحنا نجيكم للبيت، واتمنى من الشباب يجيبون الهدية حتى نقدمها لاخونا ابو عبد الرزاق. صحيح، والواحد إذا ما يصبر كل شيء بدون الصبر ما يقدر إلا الإنسان، بل الحمد لله الصيام صحة، والواحد يعلمكم يعني وقت الصبر، والواحد يقرأ قرآن رمضان شهر الخيرات الحمد لله. نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. أنت أيضا ما عندك مبردة؟ لا لا بالله، جزاكم الله خير، وهذه ميزانات حسنات ابو مازن، وانتم جزاكم الله خير كلكم، ما تقصرون انتم ابو مازن وكل الجماعه. احنا الاخ شهاب ابو سفيان الحقيقه كلفنا ايضا ان نوصلكم، بلغك تحيات زعيم ابو مازن وتحياته. جزاهم الله خير والله، كلهم هم البركه، ابو سفيان وابو مازن وكل الحكومه اللي الان ما تقصر، كلهم ان شاء الله بهم البركه. لا بالله ما يقصرون ان شاء الله، وانتم اخوتهم واهلهم ويستاهلون منكم ان يمدون ايد الدعم والمساعده بهاي الظروف. يعني المسؤول كل ما يكون قريب من أهله ومن ناسه يكون ناجح. نعم نعم، هذه الهدية ونتمنى أن يعقبها الخير إن شاء الله عليك، على الجميع، ونتمنى لك رمضان مبارك علينا وعليكم، جزاكم الله خير ما قصرتوا. وحنا نشكر أبو مازن مرة ثانية ونشكر جميع المسؤولين على هذه المساعدات، وجزاكم الله ألف خير. أي والله ما تقصرون. بهذه الكلمات الطيبة نأتي على ختام حلقتنا من برنامج أبو مازن بين أهله. نلتقيكم في حلقات قادمة ومدن أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.